كل قادم للمتعة والإثارة. 6 كيلومترات التي تحمل لنا مسافة الأصايل، مسافة الأبطال، مسافة الأقوياء. بدأت الشعارات الخليجية القادمة الباحثة عن الفوز، عن الكأس في بطولة كأس الخليج الخامسة. مقدمة الشوط المركز الأول أكثر المهددين لسن الكبار مع الشحانية وأبناء الشحانية يتقدمون مع المركز الأول، مع المركز الأول مقدما لنا مزن مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، أحد الأسماء القوية القادمة مع منتخب الإمارات يتقدم، وأحد أكثر الأسماء التي صعدت إلى منصات التتويج يتقدم مع مزن. المركز الثاني أوصلوا 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 اللي متسلطنين على الرموز يتقدمون بحلواهم العمانية، يتقدمون مع المركز الثاني القادمة مع شعار محمد بن سالم بن محمد الوهيبي ممثلهم الدايم شيبتهم الدايم، يتقدم مع مدحة مع المركز الثاني أيضا يقدم لنا مدحة، وهي أيضا إحدى الولايات في سلطنة عمان الشقيقة من الشمال. والسلام اليوم من ولاية إلى ولاية يحل السلطنة. المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات من العزوم القادمة على مستوى المركز الثاني من منتخب الإمارات يقدم لنا العزوم العفاري سالم بن هلال بن مبارك يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع التقدم التواصل التواجد من العنود، العنود ويا ليل العنود، العنود تتقدم. صالح بن حمد بن قمرة يتقدم مع المنتخب العنابي، مع المنتخب العنابي والذهب. يا عذابي يا بن قمرة، يا بن قمرة أقمرهم ونورهم وانت دايم منورهم. المركز الرابع ذكرنا بأنهم أبناء السلطنة يتقدمون مع المركز الرابع. المركز الخامس القدوم مع المركز الخامس والوصول من السايحة على مستوى المركز الخامس من منتخب سلطنة عمان الشقيقة. سعود بن علي الحبسي يقدمها، يتابعها، يراقبها الحبسي. ولكن أيضا القدوم من منتخب الإمارات والتقدم من الذاير، الذاير الذاير. ولا هذه صوغه، صوغه القادمه مع مبارك بن خادم بن حارب الخيالي مقدم لنا شعاره مع منتخب الإمارات. العودة إلى الرقص مع الكبار، متعة الكبار وشوط الحيل الذي يضم أسماء تاريخية، أسماء رنانة، أسماء لها باع طويل. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى مزنة، إلى مزنة، إلى مزون مزنة مع المركز الأول. مبارك بن محمد بن زايد الخيارين يتقدم مع المركز الأول، مع المنتخب القطري يبحثون عن الفوز، عن الكاس، عن الذهب. ولهم عادات وصولات وجولات مع الكبار. المركز الثاني المركز الثاني مع العنود، مع منتخب الإمارات وصالح بن حمد السندباد القطري يتقدم بن قمرة مع المركز الثاني مقدما للعنود. العنود
مع المركز الثاني. المركز الثالث أيضا مدحة متقدمة مع ابناء السلطنة، مع منتخب السلطنة محمد بن سالم بن محمد الوحيبي. ولكن التدخل، الوصول، الانطلاق من ناصية ناصية، الوصول والمرشحة الأولى من المنتخب القطري، تتقدم ناصية ويقدمها محمد بن علي بن سلامة الهاجري. ما منا سلامة، ما منا سلامة. المرشحة الأولى ظهرت في هذه اللحظات. أيضا القدوم من تحمل الرقم 41 مع المنتخب القطري، يتقدم مع متعب علي بن حمد بن خليفة العطية مع المركز الرابع. المركز الخامس أبناء السلطنة مع المركز الخامس. 1200 الكاس ينتظر، معركة الكبار ورقص الحيل ومتعة وإثارة في كأس الخليج. ولكن بالرشيد، بالرشيد، بالرشيد قادم، والعطية والعنابي، ومعركة إماراتية قطرية، إماراتية قطرية عمانية، من أجل الكاف، من أجل الفوز. روح بن سلامة، روح بن سلامة، روح بن سلامة مع المركز الأول، مع مقدمة الشوط. منتخب قطر، منتخب قطر يشكل الخطر، يشكل الخطر. المركز الثاني صوغة، صوغة سلطان بن حميد بن سالم العمري مع منتخب سلطنة عمان. وبالرشيد يلعب بالمنتخب الإماراتي، يلعب بالمنتخب الإماراتي. تحرك بالرشيد، تحرك بالرشيد. راح أبو محمد يلعب بالمنتخب الإماراتي. هذا عموري بالهجن، هذا عموري بالهجن، هذا أحمد خليل. روح بالكاس، روح بالرمز. الكاس الخامس، الكاس الخامس، الكاس الخامس. وخلصنا منه، هاتونا السادس، هاتونا السادس. جابه بالرشيد، جابه بالرشيد. أحد رجال زايد، أحد رجال زايد، أبناء زايد يضربون بالست، يضربون بالست بكأس الخليج. تهانينا لدكتور الأصايل ولمنتخب الإمارات أولا، وتهانينا لك يا برشيد على هذا الفوز والانتصار مع من فازت الشاهنية بالكأس. خليفة بن سلطان برشيد الاكتبي دكتور الأصايل. المركز الثاني الهدى مع المركز الثاني جاسم بن حمد بن خليفة العطية من منتخب قطر. المركز الثالث ناصية لمحمد بن سلام الهاجري مع الميدالية البرونزية، تغادر أيضا مع الفضية للمنتخب القطري. المركز الرابع عند سعود بن علي، أما المركز الرابع والخامس عند لجنة الخط والتحكيم. تسجل الأمور. الكأس السادس يضاف برصيد منتخب الإمارات. 9:12 هو التوقيت الزمني. تهانينا لمالك الشاهنية خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 9:14 وجزء واحد من الثانية، بينما المركز الثاني والميدالية الفضية غادرت للأشقاء في دوحة الخير ومع المنتخب القطري مع شعار العطية. والمركز الثالث أيضا مع شعار بن سلام الهاجري والميدالية البرونزية للأشقاء في المنتخب القطري. 9:15. إذن متابعينا الكرام، ركان بن مبارك الحبسي معلقا وواصفا وقادما من سلطنة عمان الشقيقة.